اما هلا حنروح هيك لمحطه ونهايه صباحنا لليوم، واليوم نحن بنعرف انه اسره الاعلام عم تحتفل بذكرى مميزه جدا بتجسد جزء من لا يتجزا من التاريخ الثقافي والاجتماعي، واليوم التلفزيون السوري عم يحيي عيد التلفزيون ليكون رمز للابداع والحنين بزمن للاسف شهد تحولات كثير كبيره. خلينا نقول انه منذ الانطلاقه الاولى للتلفزيون العربي السوري كان في خطة ورسالة واضحة بتشكل الوعي الجماهيري. أكيد يا رشا، واليوم عم نسترجع تاريخ حافل بالبرامج المميزة ونتأمل المراحل اللي مر فيها التلفزيون السوري رغم كل التحديات والإنجازات أيضاً للتلفزيون السوري. بسرنا نرحب بالأستاذ الإعلامي القدير سعد القاسم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم. الله يسلمك. كل عام بخير استاذ سعد، اهلا وسهلا بحضرتك. انتم كل عاملين بالقناه اليوم هيك من خلالك، خلينا نرجع لذكريات محطات بالتلفزيون العربي السوري. من وين نبدا؟ من وين ما بدك، اليوم يعني ارشيف وحضرتك يعني ابن الهيئه. هلا هي التلفزيون طبعا المحطه الاولى هي المحطه الاهم كانت، لانه التلفزيون السوري هو ثاني تلفزيون بالمنطقه بعد التلفزيون العراقي. هو نشأ نتيجة الظرف السياسي العام، يعني لما صار عدوان ثلاثي على مصر صار في حاجة بمصر أن يسووا تلفزيون ليقدروا يردوا على الإعلام البريطاني اللي كان عم يشوه صورة مصر والثورة المصرية ووضع الشعب المصري. بنفس الوقت كان في حالة اندفاع شعبي تجاه الوحدة مع مصر بسوريا بسبب 56، بسبب الأخطار الخارجية كانت بتحيط بسوريا. فلما بدت مراحل تأسيس التلفزيون تكتمل تجهيز كانت صارت الوحدة بين سوريا ومصر، فتأسسوا مع بعض التلفزيونين. التلفزيون السوري اعتمد بشكل أساسي على كوادر الإذاعة السورية المذيعين المتميزين بالإذاعة السورية، مروان شاهين وسامي جان وغيرهم. تم أيضا إعدادهم كمذيعين تلفزيونيين، كلف الدكتور صباح قباني الدبلوماسي الكبير والعريق بإدارة التلفزيون، وانطلق التلفزيون السوري وبدأ البث بذات اللحظة مع التلفزيون المصري. كان اسمه التلفزيون العربي ودمشق، ما كان اسمه التلفزيون السوري. البداية كانت بداية يعني يمكن نستعمل تعبير شجاعة كثير، يعني بإمكانيات قليلة، ما كان في أجهزة تسجيل، استوديو صغير بقاسون يمكن مو أكبر من الاستوديو، هي المحطة كلها كانت يعني. الاستوديو كانت تتبدل فيه كل البرامج على الهواء مباشرة، ما في شيء حتى التمثيليات، يعني التمثيلية ما كان في تسجيل أو ما كان في مونتاج، خطأ غير مسموح بوقتها. أي خطأ إذا بصير بالدقيقة الأخيرة بالتمثيلية تعاد كاملة، لأنه ما كان في أجهزة مونتاج لسواتها. بس كان في حماس وكان في شغف وكان في رغبة بصنع شيء متميز، وهذا فعلا سواه التلفزيون السوري من بدايته. المحطات كثير اجت بعدها، يعني انتقاله من قاسون لساحة أمومين كانت مرحلة كثير مهمة، يعني ريحت العاملين، خلقت فرص أوسع للعمل، استديوهات أكبر، أجهزة فنية أكثر. بعدين بالتتالي طلعت القناة الثانية، بعدين القناة الفضائية، قناة الدراما، قناة نور الشام، يعني كان عم بتوسع على التلفزيون، بس كلياته بهالإمكانيات يعني المتواضعة ما شغل يعني. يعني قناة مثلا دراما قامت على تجهيزات القناة الثانية اللي هي جزء من تجهيزات القناة الأولى الملغاة. نعم. كان دائما في تحديات واجهت التلفزيون، بس في شيء قدر يحافظ عليه دائما هو أنه المستوى اللائق لبرامجه وما يقدمه، مثل ما نقول نحن أنه هو موجه دائما للعائلة كاملة. من وقت ما بدأت برامجه كانت العائلة هي هدفه، تقديم بما يليق بها، بما يتناسب مع الحالة الأخلاقية والتربوية ومع المفاهيم الاجتماعية في بلدينا. تمام. حضرتك أستاذ شغلت منصب مدير القناة الفضائية السورية وأيضا قناة الدراما، تحكي لنا عن هاي التجربة وأيضا تجربتك الشخصية اللي تنقلت فيها ضمن التلفزيون. هلا أنا فعلا أنا بديت بالإعلام صحيفة الثورة، يعني بديت من وقت ما تخرجت من كلية فنون جميلة سنة 81، رحت على جريدة الثورة، بعدين بعد فترة يعني بعد حوالي 10 سنوات استلمت القسم الثقافي فيها. هلا هي الفترة اللي اشتغلت فيها بقسم ثقافي تقريبا لفت الانتباه لشغل الصفحة، صار في اهتمام، فطلبني وزير الإعلام
بعد خبرين كانوا مهمين نزلوا يعني صاروا اهتمام بالبلد، و خبرين بده يسلمني مجلة إذاعة وتلفزيون. هي كان مجلة وزير الإعلام الدكتور محمد سلمان. طبعا بالنسبة لي كانت صدمة، لأني كنت كثير حابب العمل بالقسم الثقافي، وما كنت المجلة اللي أحبها، يعني فنون ما كنت أحبها يعني حتى من فوق. فهو لقط هالشيء، قال لي نحن لما أسسنا المجلة كان بدنا مجلة ثقافية فنية، بكل أسف راحت باتجاه ثاني باتجاه الخفة. ضليت بفنون 9 سنوات كمان بدون مقدمات، يعني طلب لي الأستاذ عدنان عمران كان وزير إعلام، طلبني على المكتب وقعد حكى معي بأنه كيف شو اللي بتحتاج المجلة، كيف ممكن تطورها. أعطيته تصوراتي، ختم الحديث أنه إذا احتجناك بمكان تاني فينا نتوقع نفس النتائج. قلت ما بعرف المكان التاني، بس الشيء اللي بوعدك أني حاول أتعرف عليه بسرعة وأقدم كل شيء بقدره. بعد أسبوع اتصل فيني خبرني، بارك لي بالقناة الفضائية. هي كانت تجربة كثير مهمة بالنسبة لي، كانت القناة الفضائية. أولا القناة الفضائية كانت يعني الأكثر حياة بالتلفزيون السوري، كانت جديدة، قناة جديدة، حط لها إمكانيات كثير كويسة. مع أنه مثلا عندها استوديو صغير كثير يعني أصغر من هون. بس كان في شباب كثير عندهم حماس، عندهم رغبة بالتجديد، في عندهم ابتكار. خلال سنة ونص سوينا كثير شغلات مهمة أنا بتصور وقتها، يعني مو أنا يعني الفريق العامل. بعدها نقلت على القناة الأولى، وبالخبر الرسمي اللي وزعته وزارة الإعلام إنه مشان تطوير القناة الأولى مشان تحقيق نجاحات. طبعاً آسف عم بحكي بصيغة بس أنتم سألتوني. بعد 6 أشهر رجعت لمجلة فنون مرة ثانية، قعدت فيها 3 سنين. صدمت مع أحد المدراء العامين صدام حاد، فأخذت استراحة قصرية بالبيت حوالي سنة. بنفس الزمن المدير العام رجعت معاون مدير إنتاج تلفزيوني موقع. مع التغييرات استلمت قناة الدراما وظليت موجود فيها لوقت ما تقاعدت. طيب خلينا نرجع للبرامج اللي كانت موجودة بوقتها، يعني احنا اليوم عم نحاول من خلال ضيوفنا نعزز هذا اليوم المميز بذكرى التأسيس. بهذاك الوقت كان في برامج عن جد كانت استثنائية ومميزة برغم انه كانت الإمكانيات يعني محدودة، شو بتتذكر استاذ سعد؟ على البدايات كان واحد من أهم البرامج اللي طلع بالتلفزيون السوري هو البرنامج اللي قدم دريد لحام لأول مرة، كان اسمه العائلة السعيدة، أخرجه خلدون مالح. وخلدون مالح بالمناسبة هو أول مذيع تلفزيوني سوري بالمعنى الحرفي، يعني هو طلع على التلفزيون قبل ما يكون في تلفزيون بسوريا. بجناء أثناء معرض دمشق الدولي كان في تجربة محطة بس صغيرة، فكان هو المذيع. خلدون مالح سوى 4 سهرات اسمهم الإجازة السعيدة، كانوا هنا المزيج بين المنوعات وبين الدراما. كل أسف أنه ما موجودين، يعني من بين الأشياء اللي ما كان في إمكانية تسجيلها، بس محفوظة بذاكرة الجيل الأول كلياتهم. بعدين طوره هو البرنامج الثاني سماه سهرة دمشق، كان كمان حلقات أسبوعية امتدة لأكثر من عام. في برنامج كان كثير مهم، نادي الأطفال، كانت تسويه السيدة هيام طباع. كان برنامج يعني شاهدوه حتى الكبار، كان فيه شخصية دمية اسمه ديبو الفهمان، صار شخصية يعني كثير مشهورة، يعني مثل ما بنقال على غوار التوشي. في كان الأستاذ مروان شاهين الله يرحمه، اللي صار بعد فترة هو مدير برامج، هو كان عنده برنامج حوارات ثقافية، وهو أول من قدم للثقافة السورية فاتح مدرس لؤي كيالي، الفنانين اللي كانوا راجعين هلأ من الدراسة من إيطاليا. في السيدة نادية غزي كان في عنده برنامج البيت السعيد، أيضا كان برنامج مشاهد من الجميع، مع أنه لأنه يتوجه للأسرة لا يتوجه فقط للسيدات، كانت تلتقي فيه بأشخاص مختلفين. في برامج كانت الغنائية دائما. بالمراحل بعدها صار في برنامج هو الذي كاد يدخل جينيتس، وهو برنامج من الألف إلى الياء، معروف للمرحوم محمود خاني، عفوا المرحوم وفاء الخاني. هذا برنامج أطول برنامج كان بالتلفزيون السوري، وكان برنامج يعني بثبت الجمهور دائما على الشاشة. في برنامج ثاني قدمه كمان الله يرحمه أبو جيرمي، طرقت من العالم. تخيل يا رعاك الله، تخيل يعني هي الجملة المشهورة لهلأ بذاكرة كل حدا فينا. أنا افترضت أنكم صبايا صغار، ما يعني ما ملحقينه أرشيف، إحنا بنرجع.
طبعا هذا البرنامج كمان كان برنامج مشاهدة كتير. في برنامج رغم انه كان هو ضمن برامج المنظمات الشعبية بس هو كان برنامج كتير متابع، هو الأيدي الماهرة. هذا الوحيد بين برامج المنظمات الشعبية اللي قدر يطلع عن الإطار البيروقراطي والرسمي انه يدخل للمهنة نفسها. فكان التقى، كان سوي بشار مصري زاده، وكان التقى في كل حلقة بأحد الحرفيين المهرة وبيتم من خلاله التعريف على حرفية. واحد من البرامج كتير يعني كمان بمراحل لاحقة أردونا الخضراء. أردونا الخضراء كان لا بجانب تاني، ما كتير كان أردونا الخضراء. مشكلته أنه دخل يعني كانت عم يخاطب شريحة هي عملية ما عم تشوفه. يعني وهي إشكالات التلفزيون بعدين واجهها أنه مع المنظمات، أنه يعني دائما إدارات التلفزيون أنه نحن ما نكون في برامج للمنظمات بس تكون لشرائح المنظمات. صحيح. مثل ما حكيت عن الأيدي الماهرة، في برنامج كان كتير مهم سواه الفنان نحات وناقد غازي عانا اسمه رواق الفنون، كمان هذا مرحلة متأخرة. هذا البرنامج هو أرشيف للفن التشكيلي السوري فعلا. في برنامج باهي تمزيجيان كمان لغة العالم الموسيقى. في كان برنامج السيدة عواطف حفار إسماعيل، يمكن صعب كتير أتذكر كل البرامج بس كان دائما في هاي الحالة للبرامج اللي هي بتراعي أذواق المختلفة وهي كلها على سوية ثقافية عالية. بيقولونا بالكنترول غدا نلتقي كان في إذا غدا نلتقي مرحلة ما حدا ينام قبل ما يشوفه. صح تماما. ننتظر آخر أغنية، كانت العالم تشوف شو بده يطلع آخر أغنية. الرجال يستنوا آخر رقصة. هي فعليا كان فيه هو برنامج يمكن فواز جابر سواه وقتها ما بتذكر مين، بس سواه كثير برشاقة. فهو هذا كان برنامج وهو ظل موجود بالقناة الأولى بعد ما صارت الفضائية، يعني من البرامج استمرت. ميزته كان هالبرنامج إنه هو يعني بيعطي جرعة خفيفة لطيفة قبل النوم. بالإضافة لهذا الشيء كانت ساعات البث محدودة بهذاك الوقت، مع ذلك استطاع اليوم التلفزيون إنه بهي الفترة يستقطب فئة كبيرة من المشاهدين. خلينا نحكي شوي عن هذا الجانب. هلا أول ما بدأ الإرسال كان إرسال يومي ساعة ونص فقط. ساعة ونص. بعدين بدأ يتطور شوي شوي. هلا في عوامل يعني مشان كمان نحن نكون محايدين، مثلا بدمشق ما كان في غير تلفزيون السوري، وحتى كان تلفزيون دمشق فعليا، يعني تلفزيون السوري بالستينات ما كان يغطي اكثر من جغرافيا اكثر من دمشق. بالفضائي بعدين نفسه التلفزيون القناه الاولى بعد تطور الاجهزه صارت تغطي لبنان، جنوب تركيا، شرق العراق، حتى شمال المملكة العربية السعودية والأردن كاملة. يعني حتى هذا بتذكر الحوار كنا مرة عم نتحاور، كنا بنقدم حفلة بصرة لفرقة أوركسترا إيطالية، فبنطلب منهم نحن أنه طيب أنه الشروط كيف أنه هن اللي مشاركين بالإنتاج بشكل أساسي، فعم بيحددون لنا شو شروط العرض، قلنا لهم نعرض على القناة الأولى، فأعطونا هي المعلومة نفسها اللي بيعرفوها أن القناة الأولى تبعكم بتغطي كل المنطقة. كل ما كان عم بتسع مساحة الإرسال كل ما كانت عم تعطي فرص لبرامج إضافية. طبعا الفضائية كانت هي المرحلة يعني مفصل مهم، لما كنا بنحكي عن مفاصل المحطات هي محطة مفصل كتير مهم لأنه ترافقت مع دخول الألوان للتلفزيون العربي السوري وتوجهت للعالم كله، يعني حيث يوجد يعني في بكل بقاع العالم في مغتربين سوريين كانوا شغوفين ليشوفوها، وكان دائما التلفزيون يتلقى اتصالاتهم واقتراحاتهم وكثير برامج توجهت اساسهم وكثير برامج تعدل اوقاتها حسب المناطق. لان بدات الفضائيه كانت مراعيه الموضوع انها تعطي تعيد البرنامج واي مرتين بشكل انه اي واحد باي محل بالعالم يقدر يشوفه. طيب استاذ سعد، اليوم في استحام للفضائيات وفي اليوم في تحديات كثير كبيره ليبقى التلفزيون العربي السوري محافظ على هذا المستوى اللي خلينا نقول حصيله التعب اللي بلش فيه ضمن الامكانيات اللي بنقول عنها كان جدا بسيطه، اليوم برايك شو اهم الاساسيات المفروض انه تكون موجوده ليبقى متواجد ضمن كل هالاستحام؟ هلا هو ميزته الاساسيه نحن اللي عم نحتفل فيها انه تلفزيون سوري كله هويه، كله هويه واضحه. اعتمد من البداية على برامجه، اعتمد على أعماله الدرامية اللي أسست فعليا لنهضة الدراما السورية وانتشارها العربي. عنده كتير مقومات وعنده تراكم خبرة موجودة ضمن الأجيال،
يعني حتى في فينا نقول لو أن معنا واضحة في مدرسة بالإلقاء الإذاعي، يعني في فترة كنت بتسمع الموزيع بدون ما تطلع أنت على الشاشة تعرف إنه هذا التلفزيون السوري. هل هو بتتميز بالرصانة، بتتميز باللغة السليمة والإلقاء الصحيح والإلقاء الدافئ، يعني المذيع بيقرأ الخبر كأنه هو كاتبه، يعني مو إنه واحد عم بيقرأ وبتفاجأ مثلا هي جملة شوية وبسأل. هذا جنب. الجنب الثاني إنه كان دائما تلفزيون، هي الشغلة اللي قلت عنها قبل شوي، في حادثة يعني دائما أولى بالقناة الدراما، نحن كنا ننقل بعد القناة الثانية توقف الظهر، فنحن نحمل إرسال قناة الدراما على القناة الثانية. بعد فترة صرت نشكي من شغلة إنه قناة الثانية ما بتنتهي دائما بنفس الوقت، أحيانا بيكون عنده نقل مباراة، فصرنا نشعر إنه النقل ما عم بيكون أنيق، ما عم بيكون منتظم، يعني ممكن ننقل بنص مسلسل. فاقترحت وقتها إنه نوقف النقل على القناة الثانية. طبعا تفاجأنا كلياتنا بحجم الاتصالات اللي اجتنا احتجاج، ونحن كان عندنا قناعه، وهي هو جواب على سؤالك بشكل غير مباشر، كان عندنا قناعه انه ما حدا بيشوفنا، انه ما بده يشوفنا نحن يعني بالقناه الثانيه، قناه ارضيه وانتنات وبزمن فضائيات وزمن دشات. اكثر واحد بتذكر يعني ضل على الان بذهني انا اب كان ساكن نواحي كليه الزراعه يعني بدمشق تقريبا، فعم بيحتاج، قلت له ليش انتم ما عندكم دش؟ قال ما بركب دش اعمل بيت، انا عندي عيله وعندي اولاد صغار ما فيني اخليهم يشوفوا اي شيء، انا ما دائما موجود بالبيت، انا ما بامن الا على التلفزيون السوري. هاي القصه مع كل هالزحبه، مع كل وسائل التواصل، مع كل الفضاء الرقمي والبث الرقمي، كلها هي لساتها ميزه التلفزيون السوري لازم يتمسك فيها، انه انا شو بقدم. نحن حتى يمكن هذا الشيء يكون موضوع جدل، حتى بالاخبار العامه، الاخبار السياسيه، الاخبار المحليه، بيطلع الخبر بينتشر ما بيمتلك مصداقيته عند الناس حتى يعلن من التلفزيون السوري. صحيح. يعني لسه في شيء بيملكه التلفزيون، ممكن تنحكى كثير اشياء عن السرعه، عن المنافسه، في كثير اشياء. بنحكى كثير اشياء عن التقنيات، واللي نحن يعني بسبب حاله الحصار 11 سنه كل اقنيه التلفزيون عم تشتغل بمعجزه، يعني ببراعه الفنيين والفنانين والاداريين عم يشتغلوا، لانه في كثير تجهيزات هي تقريبا خرجت من الخدمه بتلفزيونات العالم. في هذا الشيء، وفي عندنا نحن ارشيف الى حد ما كبير، هذا قادر لسه هو يمتلك حيويه الحضور حتى يومنا هذا، بيمتلك متعه جذب الناس سواء ببرامج او بدراما، والدراما السوريه يعني غنية بشكل غير عادي. أكيد. بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا الإعلامي سعد قاسم، وأكيد بدنا نتمنى لك هيك دائما التوفيق والنجاح، وأكيد بدنا نرجع نعايدك كل عام وأنت بألف خير. وأنت بكل خير، وكل العاملين بالقناة بتمعت، وكل العاملين بالإعلام السوري، وكل السوريين مدنيين وعسكريين. شكرا لكم. شكرا استاذ سعد لحضورك اليوم، ينعاد عليك وهيك وعلى جميع العاملين، وان شاء الله دائما بيبقى التلفزيون العربي السوري متواجد على الساحه الاعلاميه بشكل كثير قوي رغم كل شيء مرقنا فيه، ولكن نحن موجودين ورح نضل موجودين. شكرا لحضرتك. شكرا لكم.